بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. أيها الأحبة الكرام، كنا وإياكم مع النقل المباشر لصلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسن الثاني. الإمامة والتشفيع كانت لفضيلة الشيخ المقرئ عمر القزبري. ونواصل أيها الأحبة الكرام هذه اللقاءات الربانية الإيمانية في ليالي رمضان مع القرآن الكريم ومع الذكر الحكيم. وأرحب بكم إلى حلقة هذا اليوم في هذه الليلة المباركة، نتحدث فيها عن آيات الصيام التي نزلت على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكما تعلمون كان القرآن الكريم ينزل على قلب سيدنا محمد حسب الوقائع والأحداث، وفي السنة الثانية من الهجرة لما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وقد فرضت فريضة الصلاة وغيرها من الأحكام، أراد ربنا عز وجل أن يرفع عباده مقاما عليا، ففرض علينا صيام رمضان. كان في السنة الثانية من الهجرة قبل أن يقبل هذا الشهر الفضيل نزلت آيات بينات من سورة البقرة، أنزلها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين في مثل هذا اليوم الأغر المبارك في هذا الشهر الفضيل، شهر الصيام وشهر القيام وشهر الذكر الحكيم. أدعوكم أيها الأحبة الكرام أن نقرأ وإياكم سورة أو آيات الصيام من سورة البقرة، هذه الآيات البينات العطرة التي نزلت على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيها مجمل أحكام الصيام، جميع أحكام الشريعة الفقهية كلها جاءت في هذه الآيات، بدءا من الآية 183 من سورة البقرة إلى الآية 188. أدعوكم جميعا أيها الأحبة الكرام، لمن كان بإمكانه أن يتابع معنا، يأخذ مصحفه الشريف من الآيات البينات من سورة البقرة 183 إلى 188. نقرأ مباشرة من كتاب الله تعالى لنتعرف عن أحكام الصيام الشرعية. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فلا نباشروهن، وابتغوا ما كتب الله لكم،
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، إلى آخر الآيات البينات من هذه السورة المباركة من سورة البقرة. هذه الآيات أيها الأحبة الكرام، ربنا سبحانه وتعالى أجمل فيها كل الأحكام الفقهية المرتبطة بالصيام وبرمضان، وهي قد نزلت في السنة الثانية من الهجرة لما فرضت هذه الشريعة الربانية التعبدية رمضان. في البدء ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا، لاحظوا أيها الأحبة الكرام الخطاب القرآني، إما أن تسمع يا أيها الناس وإما أن تسمع يا أيها الذين آمنوا. إذا سمعنا يا أيها الناس هذا خطاب عالمي لكل البشر، للمتدينين وغير المتدينين، للمسلمين وغير المسلمين. مثلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا خطاب عالمي لكل البشر. لكن حينما يقول يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب خاص لأهل الإيمان ولأهل اليقين، ربنا يخاطبنا بأصول وفروع الشريعة ومنها الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. يخبرنا المولى عز وجل بأنه قد فرض على هذه الأمة الإسلامية المحمدية، فرض عليها صيام رمضان كما فرضه على سابق الأمم والأجيال التي كانت قبلنا، لأن هذا الصيام هو من الشرائع التي فيها مصلحة للخلق في كل زمان وكل مكان. فاليهود عندهم صيام، والنصارى عندهم صيام، وأتباع الديانة الإبراهيمية عندهم صيام، وكل الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا في أحقاب مختلفة من التاريخ ربنا فرض عليهم وعلى أقوامهم صيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا فيه تنشيط لهذه الأمة بأنهم عليهم أن يتنافسوا في العمل الصالح كما تنافست الأمم السابقة، فالأمم السابقة كانت تتنافس في العمل الصالح، وأنتم أيتها الأمة الإسلامية أيتها الأمة المحمدية يا خير أمة أخرجت للناس، عليكم أن تتنافسوا كما تنافس من قبلكم، عليكم أن تسارعوا إلى صالح الأعمال لكي تسبقوا بقية الأمم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ثم ذكر ربنا عز وجل الحكمة من هذا الصيام، لماذا نصوم النهار ونقوم الليل ونقرأ القرآن ونفعل الصالحات، لماذا كل هذه الأعمال؟ لعلكم تتقون. إنه يخبرنا بالحكمة في مشروعية الصيام، هي تحصيل التقوى، والتقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فالصائم لما يصوم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها وكل ما تميل إليه نفسه، يترك كل هذا تقربا إلى الله، راجيا بترك هذه الأمور الثواب والأجر والإحسان من الخالق. الصائم حينما يصوم يدرب نفسه على مراقبة الله، فهو يستشعر أن الله ينظر إليه ويسمعه وهو معه، وهكذا يتكون عنده الشعور بالإخلاص. الصائم لما يصوم يضيق مجاري الشيطان في نفسه، لأن إبليس يجري من آدم مجرى الدم، وبالتالي لن يكون لإبليس على بني آدم سلطان. وأيضا لما يصوم العبد المؤمن فإنه يذوق ألم الجوع، وبالتالي يشعر بمواساة الفقراء والمحتاجين، وكل هذه الأمور تعطيه التقوى. التقوى هي أن الإنسان يصير قريبا من ربه، أنه يمتثل الأوامر دون مشقة، يعبد الله
دون دافع، لأنه تلقائيا بالفطرة، وأنه يبتعد عن المحرمات من غير مشقة، تبدو له المحرمات نتنة أو ساخ، في حين أن الطاعات تبدو إليه تبدو له أنها خيرات وبركات، وبذلك يكون قد حصل نور التقوى. ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك: لعلكم تتقون أياما معدودات. أخبرنا عز وجل بأن هذه الأيام التي سوف تصومونها يا عباد الله هي أيام قليلة جدا في غاية السهولة، بعكس الأديان السابقة كانوا يصومون كثير. كان هناك اليهود مثلا يصومون 45 يوما، النصارى أكثر من 50 يوم، الهندوس منهم من يصوم شهور متتاليات، وغيرهم حتى الملحدون يصومون، يسمونه إضراب عن الطعام لأيام مفتوحة. فالكل يصوم، وأنتم يا أهل لا إله إلا الله، يا أتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم، صيامكم بسيط وسهل في غاية السهولة، أياما معدودات تستطيعون بكل بساطة أن تصوموها. فعلا الصيام في بدء الأمر كان من كل شهر 3 أيام، في أول الإسلام كان الصيام من كل شهر 3 أيام، كان المسلمون يصومون الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر، لكن نسخ ذلك فصار الفرض هو شهر رمضان، وبقيت 3 أيام من الشهر هي من باب الفضائل. الله تعالى يعلم بأن البشر ليس كلهم أقوياء يستطيعون الصيام، يعلم جل جلاله أن هناك الضعفاء وهناك المرضى وهناك المسافرين وغيرهم، لهذا قال جل جلاله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كل من كان المريض الذي عنده مرض شديد لا يستطيع معه الصيام، وكذلك المسافر الذي يسافر مسافة القصر ويشعر بمشقة وتعب، كل هؤلاء لا يصومون، وإنما قال لهم ربنا عز وجل: فعدة من أيام أخر، يعني بعد أن تقضي أيام رمضان عليك القضاء وتصوم الأيام التي في ذمتك. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، أي أن الذين لا يستطيعون الصيام هؤلاء ماذا ما حكمهم؟ إما الشيخ الكبير والمرأة العجوز والذي عنده مرض لا يرجى برؤه، كل هؤلاء لا يصومون، كما قالوا على الذين يطيقونه، يعني يطيقونه بمشقة زائدة، هو قد يصوم ولكنه يتعب، الطبيب يقول له لا تصوم، إن صمت فإن سيحصل لك مضاعفات في جسدك وتزداد مرضا. هؤلاء ربنا لم يكلفهم، فقال لهم: فدية طعام مساكين، يعني أنك تقوم بإخراج الفدية، إطعام المسكين الضعيف، تطعمه عن كل يوم وجبة إطعام ولا يبقى في ذمتك شيء، فهذا كله عبادة وطاعة للرحمن. ثم قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله تعالى يعلم بأن الفضل، كل الفضل هو في الصيام، لأن الصيام هو فيه شفاء وفيه رحمة وفيه بركة. ربنا سبحانه وتعالى بدأ يدرب عباده بأسهل الطرق، في الأول خيرهم بين الصوم وبين الفدية والإطعام، ثم قال: وأن تصوموا خير لكم. الصيام هو لمن يستطيعه كان أفضل، وطبعا الذي يتكلفه بدون مشقة، أما من يتكلفه بمشقة غير محتملة كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الصحيح والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا فدية عن كل يوم إطعام مسكين. بعدها مباشرة قال ربنا عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أخبرنا ربنا عز وجل بأن القرآن العظيم إنما نزل في هذا الشهر الفضيل، فهذا الشهر مفضل ومكرم، لأن فيه أنزل الله تعالى القرآن الخاتم على قلب نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
والجدير بالذكر أن كل الكتب المقدسة إنما نزلت في رمضان، جميع الكتب السماوية نزلت في شهر رمضان، هذا شهر معظم عند الرحمن حتى في الأديان الأخرى. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة التي على قلب سيدنا موسى لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل الذي أنزل على سيدنا عيسى لثلاثة عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فكل الكتب المقدسة، صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والقرآن، كلهم نزلوا في رمضان. ويحكي لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: نزل القرآن الكريم في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء، ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمونه به إلا جاءهم الله بجوابه. لذلك قال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن الكريم نزل منجما على قلب النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا مدح لكتاب الله تعالى، هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى هدى لقلوب المؤمنين، كل من آمن به وصدقه واتبعه فهو فيه هدايات وبينات، هدى للناس وبينات. ما معنى بينات؟ أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية. كل من أراد أن يتعرف عن الحق فلينظر إلى بينة القرآن، فإنها دلائل وحجج واضحة وجلية، وكل ما فيها من الهدى منافي للضلال، وفيه الرشد المخالف للغي. في القرآن الكريم التفريق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الحلال والحرام، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هنا ربنا يقرر فضيلة هذا الشهر الفضيل والحكمة في تخصيصه وذكره عن بقية الشهور السنوية. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من رأى منكم هلال رمضان فعليه أن يصومه. شهد قيل المشاهدة تكون بالعين المجردة وليس بالحساب الفلكي. فإذا رأى المؤمن القادر الصحيح الحاضر رأى بأن هناك يظهر هلال رمضان عليه أن يصوم. ومن ثم فالمسلمون إذا رآهم شخص واحد عدل فيلزم جميع المؤمنين، إلا أن قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي أن الذين جاءهم رمضان وكانوا على سفر، هناك من يسافر دوما وأبدا وهناك من يسافر بين الفين والأخرى، كل هؤلاء السفر مضنة المشقة. أيام زمان كان السفر يكون بالدواب أو على الجمال والخيول والبغال أو على الأقدام، كان مشقة. اليوم السفر قد يكون على متن سيارات أو شاحنات أو طائرات، ومع ذلك فإنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالإنسان في السفر في رمضان هو مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر، هي رخصة ربنا أعطاها له. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني بعد أن تنتهي أيام رمضان عليه أن يقضي الأيام التي أكل فيها، إلى أن قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني كل هذه الأشياء ربنا سبحانه وتعالى يسرها، أحكام الشريعة جعلها ميسرة، جعلها مقدور عليها، كل الطرق الموصلة إلى رضوان الله ربنا يسرها وسهلها حتى يتمكن المؤمنون والمؤمنات للسير إلى مرضات الله. وسيدنا النبي كان يوصي بذلك، يقول: يسروا ولا تعسروا، سكنوا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. هكذا كان يقول النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى أن قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآيات فيها الكثير من التفاصيل في الأحكام الشرعية، وفيها الكثير من الآيات المرتبطة بالأحكام الرخص والتخفيفات. لما قال ولتكملوا العدة، يعني أن الإنسان عليه أن يستمر في الصيام طيلة شهر رمضان حتى يستكمل 29 يوما، فإذا هم عليكم فأكمل العدة 30. ينبغي أن تبقى هكذا في الصيام إلى أن تروا رؤية هلال شوال. إذا رأيتم هلال شوال هنا نبدأ في التكبير، كما قال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فحينما نرى هلال شوال بإذن الله تعالى مطالبين بأن نرفع أصواتنا في التكبير، فقد كان سلفنا الصالح يرددون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا معنى قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكبر الله وأنت فرح مسرور. إن شاء الله سوف نكبر جميعا بإذن الله الواحد الأحد لما نستكمل عدة أحكام أيام رمضان، وحينما نرى هلال شوال تكون فرحة عظيمة للصائم، فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه. وبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآيات المتعلقة بفتح أبواب السماء لتلقي الدعاء واستجابته جاءت في آيات الصيام. هذا السياق يعني بأن الله تعالى في رمضان، نظرا لهذا الجو الإيماني وهذا الجو الرباني، الناس يصومون النهار ويقومون الليل ويقرؤون القرآن، والمساجد ممتلئة بالمصلين، وأهل الخير يتنافسون في العطاء، كل هذه الأجواء ربنا يرضى على العباد ويباهي بهم الملائكة في السماء، وقد أمر الجنة فتحت أبوابها، وأمر النار فأغلقت أبوابها، وصفدت الشياطين ومرضة الجن، وربنا ينادي منادي من قبل الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. هنا ربنا عز وجل يرضى على العباد، يرضى عليهم ويعتق الرقاب. كل ليلة ربنا يعتق آلاف من الرقاب، سبق أن كتب عليهم النار. الله يعتق رقاب عباده المؤمنين، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأحبابنا من النار يا ربي يا كريم. هنا ربنا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بمعنى اللحظة في هذه الأجواء الدعاء مستجاب، أدعو بما شئت وسوف يعطيك المولى ما تريد. هذه الآية هي جواب عن سؤال، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من طرف بعض أصحابه، فقالوا له: يا رسول الله، ربنا أقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله تعالى هو قريب من العباد، وهو شهيد ورقيب ومطلع على السر وأخفى. ربنا على كل شيء قدير، وهو يجيب من دعاه. يقول أبو موسى الأشعري: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، فجعلنا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير في كل طريقهم، إما مرتفع إما منخفض،
إلا ويرفعون أصواتهم بالتكبير. فدن منا النبي الكريم وقال: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا. إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فعلمنا هذا الأدب في الدعاء، أننا لا نرفع أصواتنا كما كان يفعل الصحابة في أول الأمر، يرفعون أصواتهم بالتكبير ويناجونه بصوت جهوري. فقال: أيها الناس، أربعوا، ربكم سبحانه وتعالى سميع بصير، لا تدعون أصم ولا غائبا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله قريب منا، كل واحد من الله قريب، ناجيه في نفسك، ناجيه بصوتك، قريب منك. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعوت أي دعاء سوف يجيبك ربك عز وجل، فقط أنت آمن به واستجب لدعوته. الدعاء نوعان، هناك دعاء عبادة وهناك دعاء مسألة. فهناك دعاء العبادة هو أن الناس يدعون الله تعالى: يا رحمن يا رحيم يا ودود، يشيدون بالله ويثنون عليه. والدعاء المسألة يقول: يا ربي إني مريض فاشفني، إني فقير فاغنني، إني مهزوم فانصرني. حتى القرب، لما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، القرب نوعان، هناك القرب يكون بعلم الله تعالى من كل خلقه، هذا للجميع، الله قريب من كل الخلق حتى الغير المتدينين، الله قريب منهم يعلم ما يفعلون. ولكن هناك قرب خاص من العابدين الداعين الراغبين في الإجابة والمعونة، هذا قرب خاص، ربنا يكون قريب من العباد الذين يتذللون إليه. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع، ربنا يعطيه ما يشاء، لأنه سميع قريب مجيب. وكذلك أيها الأحبة الكرام، قال بعده تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي إذا استجاب العباد لأمر الله تعالى وامتثلوا جميع الأحكام الشرعية وآمنوا به بصدق، فإن هذا يحصل لنا الرشد. لما تسلم أمرك إلى الله، لما تؤمن بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعمل بمقتضاهما، ما الذي يحدث لك؟ إنك تصير من الراشدين، ربنا يفتح لك فتوح العارفين به، العارفون بالله، يرقيك في منازل الصالحين فتصير من الراشدين، يحصل لك الرشد الذي هو الهداية للإيمان والهداية للأعمال الصالحة، يزول عنك الغي المنافي للإيمان، ربنا يعطيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعطيك الله العلم اللدني الذي تفرق به بين الحق والباطل والخير والشر. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم بعد ذلك قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآيات جاءت في أحكام النساء، العلاقة بين الأزواج والزوجات في ليالي رمضان. سبب النزول كما ذكر كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. الإنسان إذا أكل، إذا جاء غروب الشمس ثم أكل طعامه وشربه وأراد أن ينام، مجرد أن ينام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى الغد. ليس من حقه أن يستيقظ فيأكل أو يشرب ولا أن يمس جوزته. وسيدنا عمر بن الخطاب كان عند النبي الكريم وقد سمر عنده، سيدنا عمر بقي في سمر مع النبي الكريم في ليالي رمضان كما يسمر الناس عادة، جلس عنده ويتكلمان في مصالح المسلمين. ولما رجع سيدنا عمر
أراد أن يعاشر زوجته، فقالت له: لقد نمت، أنا نمت، لا يحل لك أن تلمسني. فقال لها: أنت لم تنامي، وإنما أنت تتمنعين. فوقع عليها سيدنا عمر، وبدأت المرأة تشتكي. نفس المشكل وقع لسيدنا كعب ابن مالك، هو الآخر أيضا لما كان متأخر في الليل، رجع بعد منتصف الليل وأراد أن يعاشر زوجته، وقد أكلت وشربت ثم نامت، قالت: أنا نمت، ما لا يحق لك. فقال: أيضا أنت تتمنعين. فوقع عليها، ولكن في الغد شعر بالحرج الشديد، فشكى إلى النبي الكريم ذلك في الصباح: يا رسول الله، لقد وقع لي كذا وكذا وأنا أشعر بحرج. فنزل قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الله تعالى قال: يا عباد الله، من قبل كان ممنوع، الآن لأن الإسلام هو دين رحمة والتشريع يأتي متدرج ليربي الناس على العبادة والامتثال، قال: أحل لكم الليلة. في مع الليل الإنسان إذا أراد أن يعاشر زوجته معاشرة كاملة فلا حرج عليه في ذلك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لأن المرأة بالنسبة للرجل هي لباس، وبالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة هو لباس، يعني ستر وغطاء. وهذا تصوير فني من القرآن العظيم يبين أن العلاقة الزوجية مبنية على المحبة والمودة والطهر. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ربنا أخبر: ليس وحدك يا عمر يا ابن الخطاب الذي وقعت في هذا الحرج، ولست أنت وحدك يا كعب بن مالك، وإنما مجمل المؤمنين والمؤمنات شعروا بهذا الحكم في حرج، فربنا أراد أن يخفف على الجميع فنسخ هذا الحكم. علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلان باشروهن، الآن باشروهن. فصار الرجال يباشرون زوجاتهم حتى طلوع الفجر، صار مباحا. وهذا من الخاصية التي أعطاها الله للأمة الإسلامية، لأن في الأديان الأخرى كانت هناك مشقة، كانت دائرة التحريم واسعة جدا ودائرة الحلال ضيقة، فوقع على الأديان السابقة حرج بسبب معاملاتهم. أما الأمة الإسلامية فربنا عز وجل شرع الأحكام بسيطة جدا وسهلة وميسرة. قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني لكم أن تفعلوا ما تشاءوا. فأول فرض صيام كان يحرم ذلك في هذا الوقت، ولكن الآن صار سهلا، الله وسع عليكم، الآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله لكم أن تطأوا أزواجكن. من قبل كان فقط قبلة أو لمسة، لكن فيما بعد قال: قبلة ولمسة وحتى وطأ، كل ذلك مباح. إلى أن قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي أنووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله. ليس المقصود الأعظم من الوطع هو حصول فقط المتعة، وإنما الغاية منه هو الإعفاف وحصول الذرية وتكتشف جلال الله وعظمة الله وخلق الله تعالى. إلى أن قال سبحانه وتعالى فيما بعد، قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. الله تعالى جعل هذا الطعام والشراب يكون اليوم بكامل، الليل بكامله، يعني الليل كله منذ غروب الشمس إلى شروقها إلى الفجر، إلى الفجر كله هذا فيه طعام وشراب وجماع، يعني وقت طويل، وقت طويل جدا، أحيانا يكون ربما نصف النهار، 12 ساعة صيام، 12 ساعة إفطار، يعني ميسر جدا للغاية. وهذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا ما يسمى بالتصوير الفني بالمجاز في القرآن الكريم، تصوير فني لمعرفة التوقيت، وإن كان بعض يفهمها ظاهريا كما وقع للصحابي الجليل عدي بن حاتم، قال: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: عمدت إلى عقالين، خيطين، أحدهما أسود
والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي. كان مع الزوجة ديالو ودار تحت المخدة جوج خيوطة، واحد أبيض واحد سود، وجعل ينظر إليهما. ما كانش ديك الساعة المكانة، ما كانش توقيت كيشوف من الأشعة واش كيبانون، واش كيتميز الخيط الأبيض على الخيط الأسود، إلى تبين راه الفجر، ما تبينش راه باقي مازال عنده الليل. وبقي هكذا. في الصباح أخبر النبي الكريم بذلك فقال: يا عدي، إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، وليس الخيوط. الخيط ليس دير واحد الخيط ديال الصوف وتعرف واش هذا أسود، وإنما انظر إلى السماء، انظر إلى الشفق والغسق، وسيتبين لك بياض النهار وسواد الليل. العلماء قالوا من هذه الآية يستحب السحور، لأن فيها تأخير، أن الإنسان يتأخر في لكي يدرك الفجر ولكي يتسحر، والسحور بركة. وفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر. اليهود ما عندهم سحر، يصومون ولكنهم يتوقفون عند منتصف الليل، وكذلك النصارى يصومون يتوقفون عند منتصف الليل. نحن المسلمين ربنا سبحانه وتعالى أعطانا رخصة نأكل أكلة السحر، فتسحروا ففي السحور بركة. هذا من سمات المؤمنين والمؤمنات. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل رجع فقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سيختم الله هذه الآيات، آيات الصيام، بالإشارة، إشارة خفية وجميلة، وهي أن هناك الاعتكاف. يعني لما تصوم هناك أيام فيها الاعتكاف. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا فيه مشروعية الاعتكاف، أن في العشر الأواخر من رمضان المؤمنون الصادقون يلزمون مساجد الله تعالى، وينقطعون إلى الرحمن، ويعتكفون في بيوت الله. وفيها إشارة بأن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد، لا يمكن أن نقول اعتكاف في البيت أو في المحل التجاري، لا، الاعتكاف يكون في بيت الله في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. ومن ثم ذكر العلماء الكثير من الأحكام الشرعية المرتبطة بسنة الاعتكاف، التي لا تكون إلا في رمضان، ويكون فيها تلاوة القرآن. وسيدنا النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، وفي السنة الأخيرة اعتكف 20 يوما، إلى أن قال ربنا في الختام: تلك حدود الله. يعني تلك، يعني هذه المذكورات، تحريم الطعام والشراب والجماع ونحوه من المفطرات، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطأ على المعتكف وغيرها. تلك حدود الله، هذه كلها ربنا وضع لها حدودا ونهانا عنها، فلا تقربوها، إياكم أن تفعلوها، لأن الاقتراب منها يفضي إلى الحرم، لأن مجرد الاقتراب سوف يدفعك إبليس ونفسك إلى أن تقع فيها. ولهذا ربنا عز وجل قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تقربش لها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يعني كل هذا البيان وهذا التوضيح الغاية منه هو التقوى، كما بدأ في أول الآيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ختمها بقوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذه هي باختصار شديد أيها الأحبة الكرام، هي آيات الصيام في كتاب الله جل جلاله، وآيات الأحكام المتعلقة بصوم رمضان ذكرناها لكم وقربناها إليكم مباشرة من كتاب الله تعالى. وهنا يجي الفقهاء فيما بعد يأخذوا هذه الآيات القرآنية ويضيفون عليها الأحاديث النبوية الشريفة، وهي كثيرة جدا، من الصحاح، من صحيح البخاري وصحيح مسلم، ومن كتب الأحكام، كتب النسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم، مجموعة مصنفات حديثية أضافوا الآيات القرآنية على أحاديث السنة النبوية، وخرجوا بأحكام فقهية، كل واحد عنده رأي فقهي يتميز عن الآخر
فيه تنافس في الخيرات، فجاء المذهب المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي، وجاءت مذاهب أخرى كثيرة جدا لم تذكر في التاريخ. كل هذا اجتهاد في فهم الدين وتقريبه من عباد الله المؤمنين، كل ذلك ليرتقي الإنسان في مدارج السالكين ليبلغ مقام إياك نعبد وإياك نستعين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصيام رمضان وقيام لياليه وتلاوة القرآن. ولا أطيل عليكم أيها الأحباب الكرام، اللحظة سوف نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05 22 88 00 60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات، بأسئلتكم الفقهية، بهمومكم اليومية، بكل ما يتلجلج في قلوبكم وعقولكم وأنفسكم. نحن هنا نعيش في رحاب الإيمان، نتعاون فيما بيننا، وإذا عجزنا رفعنا أكف الضراعة إلى الباري تعالى، نلتمس منه العون والمدد والعطاء، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الأحبة الكرام هذا اللقاء المبارك، يسعدنا أن نستقبل كل مكالماتكم. وكنا في محاولة للاتصال بأخينا مصطفى من سويرة، لكن ربما الرقم ديالو ما كملش عندنا، فهذه دعوة من أخينا مصطفى من سويرة، بالأمس وعدناه أننا سوف نتصل به ليستكمل الحوار معنا رفقة مجموعة من الشباب والشابات ذوي الاحتياجات الخاصة، مكفوفين ومكفوفات. مرحبا بك أخي مصطفى، كنحاولوا نتواصلوا معك ولكن الرقم مشدش لينا، ولكن إن شاء الله سوف نحاول إذا كان ممكن التواصل معنا على الأقل، باش ربما الرقم غير واضح. بارك الله فيكم أجمعين، وغنمشيو إلى أول مكالمة من إقليم الشماعية مع سيدي صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذا أستاذي كل شيء بخير، كل شيء مزيان. الله يحفظك ويرعاك سي صالح. سيدي مبروك على شهر الغفرة وشهر التوبة. يا رب الحمد لله، شكر لله. كذا الحال كنشكرك أستاذي. بارك الله فيك أخويا صالح. كنشكرك وشحال هذا، ودوك أنا فرحان مني شدي الخط. يا مرحبا. كنطلبوا واحد الدعوة ديال الخير، هذا كندير شيفور ديال ما نطولش عليك. أيه. ديال الحافلة ديال المكفوفين. الله الله الله. انا عندي عيل برمي صغير، هما 18 بلاصه بثلاثه القدام، وطالبوني يا سيدي في واحد البرمي الكار، ودفعت الدوسي ديالي. اييه. منها ودخل هاد الشيء تاع الوباء كورونا. اييه. دفعت شي طريف من الصرف، والدوسي دابا باقي، وكنطلب من سيد الحاج الله يكرمك والله يطول لنا عمرك، الله يزيد في مدادك يا خويا، وكرمك الله تعالى بهذا اللقاء مع الحباب. بارك الله فيك. نسال واحد الدعاء ديال الخير. اييه. والزياده ديالي 59. الخير ما كاينش تاع 67 عدد داروا الحاله المدنيه المرحومين رحمه الله عليهم النهار اليوم. الله يسلم الرحمات. وانا شحال هذا وكرم نتصل بك على دعوه ديال الخير يا رب، باش نزيد القدام ونتوخر. أيها سيد الحاج مزيان خويا، هذا مشروع جميل أنك غدير حافلة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، أنك توصلهم المكفوفين والمكفوفات وتكون في الخدمة ديالهم، هذا عمل جليل وعدم عمل كبير. ودابا أنت كتسنى الرخصة. هما إلا سمحتي هو عطاتها لهم، الله ينصر سيدنا، عطات لهم المبادرة الوطنية. أيه. خرجها لهم، ومن هنا خرجت عيطوا عليا انا وخد حكاك، حيت انا تندير واحد الجمعيه الاحمر والتراث والثقافه والتلميه. اييه. صدقت بهم قلت لهم اودي انا فرحان، بغيت نتطوع نسوق بهاد الناس. صحاب القانون قال لك اودي الى دابا حنا ما ولاد بلاد ما غنديروا معاك والو، وتكون شي مكاتب ولا كذا الحفات كاينه. اييه نعم. اييه خويا دابا خصك دير هاد الدرسه هذه ديال الكار. اييه. حيت دابا هاد البرمي عندك عين تعود للبلايص ولتحت. وهم كنطلبوا الله تعالى، وهذا السيد خلق الله واحد الدعاء ديال الخير، والحمد لله مفتوح ونفوجت البيبان اي باب ان شاء الله. اخويا صالح ان شاء الله، الله يسهل عليك. كنشكرك سي صالح،
هذا شعور نبيل اللي غتقوم به الان الحمد لله. طبعا في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، هذا مشروع ملكي سامي منذ الانطلاق ديالو حقق الكثير من النتائج الايجابيه ووصل الى الغايه المرجوه، والحمد لله كنتمنوا مازال ننفخ روح جديده في هذه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، لان تعود بالنفع على الكثير من ابناء الوطن خصوصا في البوادي وضواحي المدن والاحياء الهامشيه والجمعيات التي ترمي خدمه المجتمع. سي صالح، فعلا الكلام اللي قالوا لك هاد المسؤولين هو جهه، لان يعطوك واحد الرخصه لسياره اللي فيها تعدد المقاعد، هذه مسؤوليه فيها ارواح الناس، وهذا لا يمنع الحمد لله انت مازال باقي صغير، السن ديالك مازال يؤهلك انك تعاود تعلم وتاخذ بيرمي كبير ديال الحديد الكبير باش ممكن تسوق. امر هين، عندنا دائما عندنا ما يسمى بالتكوين المستمر، الانسان ما حد عايش دائما عنده تكوين مستمر، راه هناك دكاتره كبار ومهندسين كبار اجلاء واصحاب مقامات عاليه ويؤمنون بالتكوين المستمر، لان المعلومات يعني بعد فتره وجيزه راك كتموت وكتغير وكتبدل وكتصير رجعيه قديمه. لابد ان نجدد معلوماتنا، خصوصا دابا الان كنتي كتسوق واحد الحديد قل من 9 البلايص، دابا غتسوق حديد اكثر من 18 بلاصه، امر هين غتدوز ان شاء الله واحد التدريب وتاخذ الشهاده وغتندمج في هذا العمل، ورحم الله من نفع واستنفع، انت غتنفع نفسك ان شاء الله تعالى، تعويضات تكون عندك شويه مرتفعه تعاون بها راسك ووليدتك، وغتنفع بها هؤلاء الشباب اللي هما مكفوفين ومكفوفات، والدوله غترتاح ملي غتلقى واحد الشريحه من ابناء المجتمع كتشعر بالارتياح وحاجتها مقضيه، كل شيء غينتفع. فاسال الله تعالى اخي صالح أن يصلح لك الظاهر والباطن، أسأل الله تعالى أن ييسر لك كل عسير، وأسأل الله تعالى أن يفتح لك الأبواب المغلقة، وأسأل الله تعالى أن يجعل في طريقك مسؤولين ديال الدولة كبار فيهم رحمة وفيهم أنات وفيهم أريحية، يقدمون لك المساعدة ويقدمون لك الخدمة حتى تصل إلى الغاية المرجوة. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب يا كريم. نتحولوا من الشماعيه الى اقليم الريصاني، معنا لالا مريم. السلام عليكم الحاج الطيب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيداير لاباس عليك؟ الله يحفظك ويرعاك لالا. الله يفرحك يا ولد الطيب، الله يسهل عليك. كيداير لاباس عليك؟ عواشركم مبروكه. يدخل عليك ربي بالرحمه والمغفره والرضوان وجميع المسلمين. يا ربي امين، الله يسهل عليك ويخلي لك الوليد ديالك يا ربي، ويرحم الوالده ديالك ويرحم جميع المسلمين. امين يا رحمن. الله يسهل عليك، انا بغيت نعاود لك واحد الامور حيرتني بزاف. ايها بنتي. العوينات شحال هادي بشجعوني كان ايه يوم سميتو ولا كاين والو باش نمشي لراسي وهذا والو. الله اكبر. وعندي الاخت ديالي مسكينه ما كتشوفش، كنت كنقابلها وكنت مع الوالده ديالي نعسانها في السبيطار وهذا صافي، والعوينات صافي ما عرفتش كيفاش صرا، مات الوالده ديالي بشهرين والعوينات دار بحال اللي توقف بحال مبلوكين، كنشوف بهم الضو والشمس هكذا وانا غادا في الزنقه ولا كاينني باش نمشي لراسي ولا يبانوا لي الصوره توضح والو. الله 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 الله. وشحال هادي عيطت عليك وقلت لي غادي تعاود تكون عليا وتواصل معك على حساب الرقيه وهذا وتسميت والو، راه عام هذا باش عيطت عليك. لا اسمحي لي يا بنتي مريم، لا اله الا الله. يا الله يسهل عليك الحال الطيب، الله يسهل عليك، لما توقف معنا ودير لي شي دعاء ديال الخير وقول المستمعين كاملين يقولوا امين. يا ربي يا ربي. انني كنتمنى ان بقيت غير انا والاخت ديالي تامه، وكنتمنى ولو تحل غير وحده نبقى غير هزاها بعدا ويمشيو هكذا، ما نبقاوش هكذا بجوج في الدار، يعني الحاله ديالنا ما نقدرش نوصلوك على الحال الطيب. مريم شحال بنتي العمر ديالك؟ شحال العمر ديالك؟ شحال العمر ديالك يا بنتي مريم؟ في عمر 26. باقا شابة صغيرة. الله. والطبيب اش قال لك؟ واش هذا مرض وراثي ولا غير مرض طارئ؟ لا ما هما الأطباء ما عرفوش، كيقول لي الطيط الباطني، ملي كندوز في الطيط الباطني تيقول لي ما عندك حتى حاجة. لا إله إلا الله. عييت في الأطباء عييت بزاف، ولحد الآن دابا عاودت مشيت هكا في الرشيدية دوزت عطاني تقاطر، يعني ما تيعطيوكش شي سبب ديري كاع.
لا اله الا الله. قالوا لي ديري العمليه صافي بقاو مساكن الناس كيقولوا لي غير ما تخرجي احنا نوقفوا معاك ما تقوليش بهذا وهذا ولا كاين صافي منين الطبيب في الرباط كان بغى يديرها في الطنبيده صافي عاود قال لك صافي ما نديرهاش هي هذا المهم تيعطيوكش شي سبب علاش ما يديروش العمليه ولا شي حاجه ما تيوضحوها لك. لا اله الا الله لا اله الا الله. وانا حيره عافاك الطيب الا ما تواصل معايا غير شي رقيه من عندك واخا بنتي الله يفرحك واخا بنتي مريم يا ربي باذن الله يا ربي باذن الله بنتي مريم انا الرقم ديالي عندك ولا الا كان شي وشي واحد اللي غير يعني اللي يوصل هكا ولا يشيرني لشي حاجه اللي غادا نديرها لان قلت لك باقي كنشوف الضو عادي نشوف الضو ديال التليفون ولكن الصوره محيه بحال التليفون اللي كتمشي له هكذا كيبقى لا في شير يا بنتي اه لا اله الا الله الله يشافيك ويعافيك بنتي مريم. ديالي بغات تواصل معك الله يفرحك واخا بنتي طيب يا مرحبا يا مرحبا توقف معنا ودير لنا شي دعاء ديال الخير ودعاء لخوتي يا ربي ولخواتاتي والجميع الله يفرحك بوليدات يا رحمن يا رحيم ديالك وراك نور علينا الله يحفظك لالا ندعيو معك والله الا دايما ندعيو معك انا الله يحفظك يا بنتي نقول الله يعمر ربي يحفظنا هذا الراجل اللي قدوه لنا الصراحه الله يفرحك بارك الله فيك يا بنتي اعزك الله بنتي لا اله الا الله. هي الاخت ديالي معك الحس. واخا لالا واخا مرحبا. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سيدي طيب قريبا كي داير لاباس عليك؟ الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. الله يوقف معاك ويعطيك اللي بغي في خاطرك انا ما كنشوفش البصر ديالي واختي مسكينه هي اللي كانت معايا وكل شيء الله يوقف معاك ويعطيك اللي بغي في خاطرك. يا رب. توقف معانا وكل شيء. يا ربي باذن الله. راه الله يسهل عليك راني كنت كان كنت الحمد لله كنقرا وكنت تقريبا كملت السكه ديالي ومشى لي البصر وكل شيء الحمد لله على كل شيء الله يسهل عليك. يا ربي لالا الله يشافيكم جميعا يا رب. يا ربي يشافيكم مولانا عز وجل. الله يشافيكم ويعافيكم يا رحمن يا رحيم. باذن الله نطلب الناس معنا جميعا يدعي واحد الدعوه ديال الخير. وكنقولوا ايها الاحباب الكرام الله يرحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. الانسان ضعيف. راه النعم ديال الله تعالى حنا كنتقلبوا فيها. نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة الطعام، نعمة النوم، نعمة نعم كثيرة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وربك سبحانه وتعالى إذا شاء أن يزيل عنك نعمة من النعم كتشعر يفعل سبحانه وتعالى في أقل من جزء من ثانية. إنه قدير على كل شيء لكنه رحيم بالعباد. ولا شك بأن المؤمن هو مصاب. المؤمن مصاب إذا أحب الله عبدا نال منه. وأكبر النيل هو من البصر. الصلحاء يقول لك أي نيل يدير لك الله تعالى راه مقدور عليه إلا أن ينال منك في العقيدة. أصعب بلاء هو أن ينال الله منك في العقيدة أنه يتركك لحالك فتأتيك الشياطين وتصبح عندك الشكوك وعندك الوساوس وقد تظن بالله الظنون ولا تمتثل لأوامر الله وقد لا تصوم ولا تصلي وقد تنتقد أحكام الشريعة. هذا أكبر بلاء وأسوأ بلاء أن يبتليك الله في العقيدة. ما دام العقيدة ديالك سليمة تؤمن بأن الله تعالى موجود وأنه سبحانه وتعالى رحيم بالعباد وأنه يفعل ما يشاء فأنت في سلام. وبقية الابتلاءات صغيرة جدا. لكن أشد الابتلاءات هو البصر. نعمة عظيمة من بها الله علينا. كنبغي نقول للأخت مريم وشقيقتها والسادة المستمعين ملي كان مرضوا هذا المرض كان قصدوا الطب لأن الطب ربي هو اللي وضعه. ربي وضع الداء ووضع لكل داء دواء والطب متطور في هذا الجانب المتعلق بالبصر. لكن أحيانا كنلقوا حالات غريبة حالات غريبة حتى الطب يقف أمامها عاجزا لأن الطب هو بشري ويتطور باستمرار وقد يصادف أشياء تبدو له جد صعبة وجد معقدة. في هذه الحالة نلجأ فعلا إلى الرقية. ما هي الرقية؟ الرقية هي عبارة عن مناجات للبارز عز وجل. الرقية نريد أن نرتقي من مقام إلى مقام أعلى ونتوسل إلى الله بكلامه. من الأمور التي ذكرها الصلحاء في مجال علاج العيون وتقوية النظر أن الإنسان يقرأ في كتاب الله في صفحة القرآن. خذ لك نقول وصية للأخت مريم ولكل من يسمعني الآن من ذوي ضعاف البصر. اقرأ من المصحف. اقرأ من صفحة القرآن. لا تقرأ من حفظك. لماذا؟ لأن المصحف الشريف مجرد أن تمسكه بيدك أرى واحد الرحمة نورانية
واحد تيار كهرومغناطيسي يمر من يدك إلى بقية جسمك، رحمة الله تعالى. ولما تنظر إلى صفحة القرآن، تنظر تقرأ من الصفحة، الصفحة تتجلى عليك بأنوارها، كاتك الله بهاء الوجه، كاتك الله قوة السمع، قوة البصر، وإقرأ بصوت مرتفع يعطيك الله تعالى حلاوة الصوت. هذه كلها عطاءات نستمدها من صفحة القرآن، خصوصا نقرأ سورة النور، لأن كل سورة هي فيها أسرار ربانية، القرآن كله أسرار، وكل سورة لها معاني ودلالات عميقة. فمثلا سورة النور تعطي نور الإيمان ونور اليقين ونور الوجه، وتعطي أيضا نور البصر. شحال ديال الصلحاء في التاريخ كانوا ضعاف البصر وقرأوا هذه السورة وربنا بارك لهم فيها، خصوصا الآيات المتعلقة بالله نور السماوات والأرض، يعني الآيات 35 من سورة النور. هذه الآيات عظيمة ومباركة، يعني هي آية واحدة الآية 35 ولكنها طويلة. هذه الآية بعض العلماء قال لك ممكن أن تقرأها على الماء وتشرب ذلك الماء أو تغسل به عينك وربك يجيب الشفاء. هذه فرصة نقول للسادة المستمعين نقرأوا هذه السورة هذه، وكذلك الآية 22 من سورة قاف، الآية 22 من سورة قاف، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه ينصح أن تقرأ مع الصلاة على رسول الله، كتقولها وكتصلي على النبي. قيل بعض الصلحاء قال لك 7 مرات، رقم 7 فيه نور وفي بركة وفي رحمة، 7 أيام وسبع سماوات وسبعة أبحر، والطواف حول البيت 7، والسعي بين الصفا والمروة 7، ورمي الجمرات 7، وسبعة أيام، الكثير من رقم 7. فهذه فرصة نطلب من السادة المستمعين اللي معنا ياخذوا واحد الإناء ديال الماء ونقراو هذه البركة ونديروا النية كلام الله. هذه رقية، هكذا هي الرقية. الرقية ما هي؟ هي تستعين بكلام الله وكتقراه باليقين. وممكن أن تستعمل الماء، لأن الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، وربي غادي يشفي. أنا غندير الطريقة هذه وبغيت الأحباب الكرام يسمعوها ويحاولوا يديروها مرارا في بيوتهم، وإن شاء الله تعالى سوف يعطيكم الله تعالى نور الوجه ونور البصر ونور البصيرة ونور الحياة بكاملها، فضلا من الله وإكراما. إذا نقرأ جميعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، 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 نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا من قال وقوله الحق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم ببركة هذه الآيات من كتابك العزيز من سورة النور وسورة قاف، يا ربي شافي أختنا مريم وشقيقتها، وشافي كل مريض منا وكل سقيم منا. اللهم يا ربي هذا جهدنا، هذه قدرتنا، والقدرة لك، أنت الصانع ونحن صنعتك يا رب. توسلنا إليك يا ربنا بكتابك العزيز، توسلنا إليك يا ربنا بالصلاة والسلام على الشفيع سيدنا محمد بن عبد الله حبيبك ومصطفاك، توسلنا إليك يا ربنا بكلامك وكتابك. اللهم يا ربي هذا ضعفنا باد بين يديك يا ربي، إننا لا نقدر على شيء، وكل ما نقدر عليه أن نرفع أكف الضراعة إليك. نطمع يا ربي في رحمتك، نطمع يا ربي في جودك، نطمع يا ربي في كرمك. يا ربي إن عبادا لك أصابهم ما أصابهم من ضعف البصر وضعف البصيرة، وأنت القوي وأنت الحكيم وأنت الجليل وأنت الرحمن وأنت الودود، يا ودود يا ودود، يا من كتب على نفسه الرحمة. يا ربي إن عبادا لك ضعفت بصيرتهم وأبصارهم وقلت حيلتهم، وأنت يا ربنا على كل شيء قدير، أمرك بين الكاف والنون، إذا قضيت أمرا إنما تقول له كن فيكون. اللهم يا ربي فرج عنا وعنهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن عبادك المرضى، اللهم فرج عن عبادك الضعفاء، اللهم فرج عن عبادك المحتاجين. يا ربي إنك سميع قريب مجيب الدعوات، سبحانك ما أعظم شانك، يا من يرفع السماء بغير عمد سبحانك، يا من يجعل الكوكب الأرضي يدور حول نفسه دون أن يسقط سبحانك، يا من خلق الكواكب والنجوم تدور حولها دون أن تتصادم سبحانك، يا من خلق هذا الكون الفسيح الذي لا حدود له ونحن مجرد ذرة صغيرة من هذا الكون. ارحمنا يا رحيم، ارحمنا برحمتك يا رب وقدرتك علينا، فإننا لا نقدر على شيء وأنت القادر. اللهم بجاه النبي المصطفى عندك، اللهم ببركة سيدنا محمد عندك، اللهم يا رب بحق الأنبياء والمرسلين عندك. اللهم خذ بأيدينا وشافينا وشافي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. قولوا أحبابنا الكرام جميعا آمين 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 يا أكرم الأكرمين. ونتحول أيها الأحبة الكرام إلى حد سوالم، معنا للا السعيدة أو السعدية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كثير لبس عليك. حياك الله بنتي، بارك الله فيك. الحمد لله. يا مرحبا. بغيت نحكي لك واحد القصة ديالي اللي عشتها. أيها بنتي. يعني من الزاديت من كلش الأم ديالي مرضعتش منها ثلاثة أيام، ومن اللي حلت عني لقيت حدانا عمي ومراته وكانوا كيآديوني. إيه؟ وملي كانت صغيرة كنت دائما كنرفع رأسي إلى السماء وبحيلة كنشوف نور الله. لا إله إلا الله. وكنت دائما كنطلب الله أني أريد أن أراه وأرى الملائكة، وقلت له بغيت يعني بغيت واحد النهار أني نشوفه ونشوف الملائكة وينزلوا عندي ويهضروا معايا. الله الله الله. واحد النهار أنست وشفت عمر بن الخطاب، وشوية
شفت خرج لحد الزبالم ونزل عليا واحد النور من السماء. إيه؟ شوية كنحس أن شي حد شد قلبي بحال شدو وحطو في واحد المكان. لا إله إلا الله. وكنشوف وكنحس أن قلبي بحال كيتخو علي الماء وكيتغسل. سبحان الله. كل واحد النهار كان فقط باش ندير قيام ليل وكنحس أن السماء مفتوحة. لا إله إلا الله. حيلة محلولة. وبلا ما نشعر طلبت الله وقلت ليه يا ربي عذبني هنا في الدنيا ما تعذبنيش غدي يوم القيامة. لا إله إلا الله. قلت لي أنا ربي يوم القيامة بغيت نكون معاك وبغيت نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. واحد النهار نعست وشفت يوسف الصديق. أيا السعدية انقطع الخط مع ديرة السعدية من حد السوالم. كنشكرك بنتي على هذه التوضيحات. لأن في البرنامج غير وارد تفسير الأحلام، كل ما يتعلق بالرؤى والمنامات سيد المخرج كيعتذر منك بنتي، لأنه غير مسموح لنا في الرؤى والمنامات، هي كثيرة جدا عند الناس. ولكن هذا الشيء اللي ذكرتي ليلى السعدية في فوائد عظيمة وعظيمة جدا، هذه كلها كتسمى الكرامات. لأن المعجزات هي انتهت مضت مع الأنبياء والمرسلين. المعجزات هي الأمور الخارقة للعادة المقرونة بالتحدي، نسمي المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، يعني فوق يخالف السنن الكونية، ولكن الغاية منه التحدي. ربك يعطي الأنبياء باش يثبتوا أنهم صادقين وأنهم جاءوا بوحي من السماء. هذه المعجزات انتهت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبقيت الكرامات. الكرامات هي للأولياء وللصلحاء وما أكثرهم في التاريخ، وغادي يبقوا إلى قيام الساعة. هذه الكرامات كتجي إما عبارة عن مكاشفات، وإما عن رؤى منامية، وإما كتجي عبارة عن خواطر ذهنية. أن الإنسان كيفتح له الله تعالى واحد القناة بينه وبين العالم الغيبي. هذا الشيء اللي وقع لك السعدية، أنت وقع لك الله تعالى واحد الفتح رباني بين العالم المادي والعالم الغيبي. العالم المادي هو عالم نراه بأبصارنا، نسمعه بآذاننا، نلمسه بأيدينا، نشعر به بكل حواسنا، هذا العالم المادي. لكن إلى جانب العالم المادي هناك عالم غيبي، وهو لا يرى ولا يخضع للحواس، وإنما مقامه الإحساس والمشاعر، ويسمى المكاشفات، كما وقع لسيدنا موسى عليه السلام. قال ربي أرني أنظر إليك. سيدنا موسى يطلب الله مثل هذا الطلب، أنه يريد أن يرى الله ويرى الملائكة، لأن بني إسرائيل قالوا له يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أرادوا أن يتأكدوا بهذا الأمر. ولكن الله تعالى لما خطبه موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أكبر صعقة تعرض لها إنسان في الوجود هي صعقة موسى عليه السلام، حتى أخبر النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لما ينفخ في الصور سيصعق كل الخلق إلا سيدنا موسى. لماذا؟ لأن الله لا يريد أن يضاعف له صعقتين، واحدة في الدنيا واحدة في الآخرة. هذا لأنه طلب شيئا عظيما، طلب أن يرى الله، ولا يمكن أن نطلب رؤية الله. ولكن الله تعالى ممكن أن يتجلى على عباده ببعض الكرامات. فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج سينقله الله تعالى من العالم المادي إلى العالم الغيبي، سينقله من عالم الفناء إلى عالم البقاء، وسوف يطلعه ليس بالجسم الترابي وإنما بالجسم الهلمي، سيرى ملكوت الله. وقد سئل يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال أي نعم رأيته نور على نور، وفي رواية قال هو نور أن لي أن أراه. ورأى الملائكة، ملائكة ترى، وقد رأى الصلحاء الملائكة في الأرض، والسيدة مريم العذراء رأت الملائكة، وبنو إسرائيل كان يأتوهم الملائكة،
وقصة الملك الذي جاء في التابوت جاء تحمله الملائكة، فممكن أن يرى الإنسان الملائكة. وفي المنام كثير من الناس يرون الملائكة كما يرون الجن، لأن البعض ربما يختصرون على رؤية الجن في المنام والفزع والخوف، أيضا هناك رؤية الملائكة. إن شاء الله في حلقات من حلقات رمضان سنتكلم في حلقة مستقلة عن عالم الملائكة، إذا تكلمنا عليه بالتفصيل وعمرنا به قلوبنا راه ممكن تشوف الملائكة في المنام وتشوفهم إن شاء الله في اليقظة، ويعطيك بهم الله تعالى الكرامات ويثبتون المؤمنين. وحنا غنوصلوا إن شاء الله السابع عشر من رمضان غزوة بدر الكبرى، سنرى كيف أن المؤمنين سيؤيدهم الله تعالى بالملائكة جنود لم تروها. فلالة السعدية هذا الشيء اللي شفتي هذا كله كيدل على أنك الحمد لله لك نفس شفافة ولك روح طيبة ووصلت إلى مقام المكاشفات. هذا المقام هو مقام الإحسان، مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنيئا لك السعدية بهذا المقام، حافظي عليه ومعذرة بنتي معذرة، لأن برنامجنا هذا ممنوع علينا أن ندرج ما يتعلق بتفسير الأحلام والرؤى والمنامات، هذا أمر فوقنا معذرة بنتي معذرة. ونطلب الله سبحانه وتعالى يبارك لك في إيمانك ويبارك لك في صحتك ويبارك لك في هذا التوجه الرباني. هنيئا لك هنيئا لك، أصلحك الله وباركك الله وجعلك مع نساء النبي المصطفى. آمين آمين يا ربي يا كريم. نتحول إلى إقليم إيمنتانوت، معنا للا عيشة. قالوا السلام عليكم خالي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا نهار كبير عندي من اللي سمعت زادة صوتك. الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك للا عيشة. وكان يقول لك سمح لي يا راني تسلحة ما كان عبس بزاف نعبر بالعربية، ولكن ذاك الشي اللي كتقول راه كان فهمه كامل. وقلت لها لا عيشة وقت تضرب الشلحة حنا غنفهموك إن شاء الله بقلوبنا اللي جات على لسانك حلوة سمن وعسل. لا سمح لي يا نهضر داكشي اللي عرفت. بغيت نقول لك تعي معايا راني مريضه بعض المرات اللي كان بغي نخرج يكون فيا شويه ديال الخوف، وكان كنقول غطرى لي شي حاجه غطرى لي لولادي. المهم مريضه صافي كان بغي نخرج في الليل، وداكشي الا شدني في النهار كان بغي نخرج. الله يحفظك وينجيك على الحيشه. وبغيت نقول لك الله يرحم والديك، الله يخليك، الله يطول في عمرك. الا جات على خاطرك تصوني لي في النمره ديالك نهضر معاك، بداك المشكل اللي عندي غير بوحدي. واخا اختي عائشه، واخا ان شاء الله نحاول باذن الله. واخا لالا عائشه الله يطول عمرك ويحفظك ويرعاك، ناخذ الرقم ديالك باذن الله. راني كنحاول باش اي واحد طلبني هذا الطلب نوفيه ليه، لكن احيانا كتجي المكالمات كثيره، وكاين المكالمه الواحده يعني ما كتكونش غير مجرد مكالمه في خمس دقائق، راه كتاخذ كتلقى شي موضوع كبير وكبير بزاف كيطلب اتصالات اخرى ومشاورات اخرى وطرق ابواب اخرى، فكيدي لي الوقت. فانا سعيد جدا انني نتكلم مع اي واحد في اي موضوع، الا ان الوقت هو الذي كلقى لا يسعفني. احيانا مثلا كتكون مكالمه ربما غير بالامس واحد الاخت فاضله من اكادير قالت لي واحد المكالمه اللي فيها واحد القصه غريبه جدا، كيف ان والدها انتقل من مشروع الى مشروع من مشروع الى مشروع، والمشاريع كلها باءت له بالفشل، رغم لما كان في واحد الفتره غني ثم صار من أفقر الفقراء وصار مدين، ودابا الآن مهدد بالسجن والقضية كبيرة جدا. وفي الأخر كتفهم بأن عنده مسكين تابعة يعني في محط الضوء حتى كيربح، ومن بعد من غير منطق كيفشل. الآن صار مدين بعشرات الملايين، وخاص طرق الأبواب ديال بعض الناس كيفاش يساعدوه، أو بعض الناس أنهم يقدموا الشيكات، أو الناس موضوع متشعب وكيطلب منك دير واحد المجهود تنقل من مكان لمكان وتطرق بعض الابواب وتتحول على قدر ما تستطيع. ما لا يدرك كله لا يترك جله. واحيانا كتكون شي مكالمه عباره عن نزاع زوجي بين عائلات الزوج والزوجه، وكتضطر تمشي عند الزوج في الاول وتساعد عائله الزوجه، وكتلقى بانهم اطراف اخرى، وكتنقل من مدينه الى مدينه من منطقه الى منطقه، وهذا كياخذ لك وقت طويل. هذا هو السبب الى كانوا بعض الاحباب ربما لم اتصل بهم، والله ما هو تهاون، والله ما هو يعني عدم اعتبار، بالعكس
هو جهد الضعيف. احيانا والله لا انام الى 3 4 ساعات في اليوم وكنبقى كنكمل النوم في السياره. والله في السياره دير دير دير, دير المخده ودير واحد المنطه وواحد البوزه ديال الماء والسجاده ديال الصلاه فيما وليني ربي كنعس تحت شي شجره ونكمل الغد ليه. واحيانا ربما والله الا حتى اولادي ثلاث اولاد والزوج ما كيشوفونيش 3 ايام 4 ايام كنتواصل معهم بالواتساب اين انت انا في هذه المنطقه انا في هذه المنطقه انا في هذه المنطقه حتى نجي ان شاء الله. فكل هذا السبب هو الوقت. لو تمنيت لو كان اليوم ما فيش 24 ساعه كان في واحد 48 ساعه ولا فيها واحد 120 ساعه كنت ساكون سعيد اكثر لانجز اكثر. ولكن هذه حال الدنيا هكذا خلقنا الله تعالى سبحانه وتعالى خلق الحياه قصيره جدا الحياه فيلم قصير. ربنا كيقول لنا وناظر كيف تصنعون وغدا سوف نغادر هذه الحياه وهنالك غادي يكون جنه عرضها السماوات والارض ويوم عند ربك كالف سنه مما تعدون. حفظك الله ورعاك للعيشه. عيشه جوابا على سؤالك هذا الخوف الذي ينتابك ما هو؟ الخوف هو انواع كاين الخوف الطبيعي ربي عز وجل وضع فينا الخوف كاملين قال لك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. بدا ربي بالخوف. كل واحد مهما خلقه الله تعالى في واحد النزعه ديال الخوف. هذاك الخوف صحي هو عباره عن فرمله. انا ملي كندير واحد المشروع او كندير واحد المبادره ديما عندي واحد الخوف من الفشل. هذاك صمام وامان هذاك مهم خص يكون عندك. اللي ما عندوش راه كيكون متهور وقد يلقي بنفسه الى التهلكه. الا شفتي واحد السياره جايه بواحد السرعه الخوف اللي عندك يقول لك احذر تراجع الى الوراء. الا كنتي غادي انت بالسياره بسرعه الخوف اللي عندك يقول لك اضغط على الفرامل انقص من السرعه. هذا خوف طبيعي عادي عندنا كامل لكنه قد يتحول الى خوف مرضي. ملي كيعد عندنا الخوف من اي شيء كنخاف من المستقبل يتخيل لي المستقبل كله ظلام وكله فشل او اتخوف من الـ من الـ من الـ من الليل كل كيخاف من الليل هاك يجي الليل كيشعر بانه حياته لا تطاق. والله شي حكاو لي شي ناس اللي هما عندهم مقامات رفيعه يعني ناس في الدوله مسؤولين عندهم مقامات رفيعه ولكن عندهم سكن هذه الحاله انه لما ياتي الليل كيشعر بواحد الخوف شديد كيتمنى ينعس كياكل مهدئات تاع النوم ما كيديش ينعس باش كيخاف. كتهجم عليه ارواح خبيثه مع انهم طيبون وصلحاء وكتهجم عليهم اما بفعل فاعل كيصيفط لهم اعمال سحريه واما اعتداء من طرف هذه الارواح وكتلقى الليل كله هو كيتهز وكيتخبط ولحمه كله زرق كيخاف من الليل كيقول يا ربي تشرق الشمس عاد كيمشي داك غير كيجي الليل كيبدا يشعر بالازيز كيجي في ودنيه في عظامه والطبيب كيقول لي هاد الحاله عندك مرض نفسي وهي حاله روحيه. كل كيخاف على اولاده غدا غادي يموتوا غادي ينحرفوا كل كيخاف من اشياء غريبه جدا هذا خوف مرضي لن ينبغي ان نتجاوزه. هذا الخوف المرضي باش كي نتجاوزوه كننميو اليقين في الله. اليقين في الله واذا مرضت فهو يشفين والذي هو يطعمني ويسقين. الله تعالى دائما هو كننمي اليقين لان الانسان ملي كيضعف عنده اليقين وهذاك الارواح الخبيثه كتحاول ما امكن تضعف يقينك بالله تضعفه واخا انت مؤمن واخا انت مؤمنه ولكن كيضعف لك اليقين في الله فكيصعد المد المعاكس وهو الخوف المرضي. وهذا لونغواس هذا الخوف غريب جدا كل كيخاف من الجن كيخاف من العفاريت كل كيخاف من النار كل كيخاف من الايدز كيخاف من الامراض المتنقله جنسيا كل كيخاف غير من العطاس شو واحد عطس يقول واقيلا وصلني ميكروب. هذه كلها امراض خبيثه وهي مرضيه والانسان يتجاوزها بماذا؟ اول حاجه كننميو اليقين في الله. باش كننميو اليقين في الله؟ بكلمه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. هذه الطريقه المثلى لتقويه اليقين في الله. كيقول لك الصلحاء بقى تقول لا اله الا الله حتى لسانك يوقف وكيعود يقولها قلبك ملي كتنعس. انت كتنعس او كتوقف عن قولها غتسمع بان قلبك بالداخل يقول لا اله الا الله لا اله الا الله غتسمعها بقلبك بالداخل
هنا كيتقوى عندك اليقين في الله، انك لا تخشى الا الله ولا تخاف الا الله ولا ترجو الا الله. كتصير ديك الساعه عندك استقلاليه كامله عن كل المخلوقات، ما تخاف من حد، ما تطمع في حد، ما تعطيش اهتمام لحد. هذا الاول اليقين. ثم كنديروا هذاك المرض اللي كي دائما كيوسوس ليا، كندير ليه اللامبالاه، يعني كان ما كنفكرش فيه، كنحيدو عليا من راسي واخيه يجمع عليا. وطبعا اشياء اخرى كثيره، وابرزها هي ان الانسان يدعو الله تعالى ان يزيل عنه هذا الخوف والمرض. اللهم يا ربي ازل من قلوبنا الخوف الا منك يا حنان يا منان. اللهم املا قلوبنا طمانينه وسكينه، بالدعاء هكذا الدعاء ربك يعطيك اليقين والطمانينه والصحبه الطيبه. اي نعم، الصحبه الطيبه غتقلب على ناس اللي هما فيهم الايمان واليقين، وكتلقاهم من علامتهم انهم دوما متوضئين. من علامات الايمان كتلقى دائما متوضئ، الوضوء سلاح المؤمن. الصحبه الطيبه، الصاحب ساحب، كتلقى معهم كتجالسهم وتخالطهم، كيعطيك الله اليقين معهم، لان الارواح يسقي بعضها بعضا، كتاخذ منهم الايمان واليقين والصدق وقوه المعرفه. هادشي كله كتاخذ من الصحبه الطيبه. وتجتنب العزله، العزله قاتله. لبقيتي منعزل وحيد، انا ذاك كيجمع لك الارواح الخبيثه، وكيجيك الوسواس الخناس اللي كيبقى ايزولي، كيبقى دائما بعيد عن الاخرين، يستحوذ عليه الشيطان بالوسوسه. على كل حال العيشه، الله يشافيك بنتي، الله يشافيك ويعافيك ويداويك. اسال الله تعالى ان يمتعك بالصحه والعافيه وتمام العافيه. اسال الله تعالى ان يزيل عنك هذا الخوف المرضي، وان يملا قلبك باليقين، وان يحفظ لك الاولاد والبنات، ويحفظك في الليل والنهار، في اليقظة والنوم، في الحركة والسكون، في القيام والقعود. أن يحفظك الله تعالى في كل وقت وحين، وأن يكون الله وملائكته حولك من كل جانب، ينيروا طريقك وينيرون قلبك وينيرون بصيرتك. اللهم آمين، اللهم آمين يا أكرم الأكرمين. ونتحول إلى إقليم تنغير مع سيدي علي. الو، السلام عليكم سي الحاج كوريدان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يحفظك يا ودي السي كوريدان، مبروك عواشركم. بارك الله فيك مولاي. على المسلمين أجمعين في العالم بإسره. يا رحمن يا رحيم. معك الداعلي، الداعلي من تنغير. الداعلي من تنغير، مرحبا بك وأسعدك الله. الله فيك. دعينا تسميته واحد جوج الجمعات، الله يحفظك تسميته، واستاذ بلينا الدعوة، الله يرحم الوالدين، وطاعة الشتاء وطاعة داك الايامات. أيه. دابا الله يجازيك بخير، غادي نديرو سميتو دير واحد الدعوة على هاد الغلاء وعلى هاد الوباء. الله يجازيك بخير على هاد الغلاء اللي سميتو. أيه. يشفوا به الناس جامعا، المسلمين غربا وشرقا. يا ربي يا ربي. وواحد خالتي الله يجازيك بخير تدعي معاها، سميتو كانت سميتو عبد الودنين ديالو، يضروا الأدنين ديالو متسمتها شوية، الله يرحم لك الوالدين وهذا العواشر. وسميتوا على هذا الغالة وعلى هذا، سميتوا هذا الزمان غالي على المسلمين، الله نديروا شي دعوة ونقولوا المسلمين آمين، الله يرحم لك الوالدين. أيها مولاي. والنمرة ديالي سي الحاج. أيه. بغيت تاخذها على شي مسألة ديال سميتو زعما غير المسلمين كأجمعين على سميتو كلشي، الله يرحم. نعم، واحد السؤال الله يجزيك بخير. واخا خويا بإذن الله. بارك الله فيك، ونديرو ونقولوا آمين تتكمل إن شاء الله، حنا معاك نقولوا آمين 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 تتكمل. واخا على المسلمين اللي مريض ولا اللي تيطلب لك سميتو على شي دعاء ولا على شي مسألة ديالو. أيه. تطلبوا الله تعالى في هذا العواشر وهذا سميتو هذا العيد المبارك يعفو على الجامع بإسرائيل، العالم بإسرائيل، المسلمين أجمعين. أيها أخويا، أيها سيدة الدعلي. واحد جوج الجمعات راني اتصلت معاك وحمد الله وشكرناه، داك الشيء اللي طلبناه حمد الله وشكرناه. أيها مولاي. بارك الله فيك أود السي الحاج كريبان، الله يرحم الوالدين، والمرأة ديالي غتاخذها الله يجازيك بخير. واخا سيدي. الله يرحم لك الوالدين، راه بحال هذه الليلة فاش كان رمضان ديال العام الأول. أيها. أيها سي الحاج قنقلة مولاي. أيها مولاي. أيها بحال هذا، بحال غدا إن شاء الله سميتو رمضان ديال العام الأول اللي فايت سميتو، الله يرحم لك الوالدين. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لك سيدي علي، شكرا لك سيدي علي من تنغير. هو يتابع يعني باهتمام بالغ جميع الحلقات اللي كنتكلموا فيها، وفعلا هو اشار الى انه قبل شهور كنا في مغربنا العزيز كنسمعوا مكالمات كنتلقوها ديال الفلاحه في هذا البرنامج. يا ما سمعنا فلاحه من وجده، من تنغير، من الشاويه، من الجنوب، من الشمال، من الشرق، كانوا كيقولوا لنا هذه السنه هي الاخرى،
لعلكم تذكرون واحد السيد فلاح قال لك راه هذه السنه هي الاخرى صافي غنبيعوا الغنم وغنسدوا الباب وغنحيدوا من التاريخ ان المغرب بلد فلاحي. قلت له يا اخي لما هذا التشاؤم؟ هذا التشاؤم من جبتيه؟ وفعلا كانت واحد مجموعه ديال الدراسات الاستراتيجيه كيتكلموا بان المغرب مقبل على جفاف خطير، حتى ان الوزاره المكلفه بالمياه والغابات وغيرها تكلمت على توقعات بان غتكون ضربه ديال الجفاف في المغرب ضربه قاتله، وغادي الغنم غتباع بارخص الاثمان، حتى واحد ما غادي يبغيها لان ما كاين ما يتكال ما يتشرب، والناس غادي يموتوا بالعطش. وكلام مثل هذا يثير الفزع ويثير الخوف لدى القلوب الضعيفه. وكنذكر بعض السيدات كانوا كيتكلموا معايا في التليفون خارج البرنامج اتصابوا بالوسوسه. فعلا واحد الرجل قال لي مراتي انا غتسطى غتحمق راه كتسمع هذه الاشياء كتقول لك غدا بعد غدا ما نلقاو ما نشربوا ما نغسلوا ما غنديروا. قلت لي يا اخي الفاضل هذا غير كلام ديال جهات علميه عندها تفكير استراتيجي كنحترموها وكنقدروها، ولكن هذه الجهات يغيب عنها الرؤيه الربانيه الرؤيه الايمانيه الرؤيه القرانيه بان رحمه الله واسعه. احنا اللي تعلمناه من عهد سيدنا الاولين اشتدي ازمه تنفرجي، هذه قضية محسومة، اشتدي أزمة تنفرجي، يوقع اللي يوقع غدا بعد غدا غيجي الفرج غير تهناو راه ما كاينش راه كاين اللي كيتوقع الأسوأ كيقول غدا غادي يوقع غلاء الأسعار ندرة في المواد الطبيعية والضرورية بدا تشري وخبي ديال الادخار. هذا كله كلام فارغ، الخير موجود وغادي يبقى ما دام رب الوجود غادي يبقى الخير موجود. وسبحان الله العظيم فعلا باقي كنذكر قلت للاخ الفاضل حنا اللي خصنا دابا الان ماشي نهتموا بها التوقعات ونخافوا منها. الى واحد الفئه منا اجتهدوا في هذا الميدان الله يعاونهم ويسهل عليهم، حنا بغينا فئه اخرى يجتهدون في الدعاء ويجتهدون في الابتهال للمولى جل علا. فعلا بقينا كنديروا الدعاء كل ليله، اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. وكان سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه أعطى أمره السامي بالإكثار من الدعاء للاستسقاء في مساجد الله، فكانت المساجد كلها عقب الصلوات الخمس الناس كلهم يلهجون بهذه الدعوات. ومن اللي تبين بأن الجفاف طال كان تدخل كبير وعظيم وجليل وموقف تاريخي يسجل بماء من ذهب، الموقف اللي أخذه سلطاننا محمد السادس حفظه الله ورعاه أنه تقدم بألف مليار سنتيم ألف مليار سنتيم لدعم القطاع الفلاحي، وحتى أن الحكومة ربما تعجلت وأمضت عقود لأخذ ديون من البنك الدولي. وسبحان الله العظيم ما الذي وقع؟ الذي وقع بأن بفضل الدعوات على المؤمنين والمؤمنات في كل مكان جاءت رحمة الله. ولما جاء شهر مارس الفصل الربيعي جاءت الأمطار غزيرة. الآن سولوا المسؤولين على القطاع المياه والغابات غادي يقول لك تقريبا نص ديال السدود وديال الآبار في مغربنا العزيز امتلأت 100%، يعني النصف ديالها 50% ديالها امتلأت 100%، والنص الآخر تجاوز 50%. يعني احنا الآن الوضعية المالية في بلادنا هي وضعية مريحة ومريحة جدا، يعني ما كتسماش هذه السنة سنة الجفاف، بالعكس فيها خير وبركة وكثير. هذا لا يمنع أن الوزارة المعنية كتتبع السياسة المائية ديالها في الإصلاح وفي التوقعات ودير دائما ما يمكن تحسبا اش غادي يوقع، أن خصها دير سدود جديدة دير آبار جديدة دير تحلية المياه البحر كما سمعنا الوزارة المعنية غدير تحلية المياه البحر على امتداد المدن الساحلية الكبرى بدءا من أكادير إلى آسفي إلى الدار البيضاء إلى طنجة إلى المنطقة الشرقية في الناظور وغيرها، كل الأماكن الساحلية غتشهد محطات لتحلية مياه البحر، وأيضا إعادة تدبير المياه العائمة. هذه جميل نديروا هذه الإجراءات تحسبا لأي طارئ، ولكن إن شاء الله ما نوصلوش لها، نديروها تكون واجدة عندنا لكن ما نوصلوش لها، لأن المولى عز وجل غيكرمنا دوما بأمطار الخير وبأمطار الرحمة وبأمطار البركة. هذا كله وصلنا إليه بماذا؟ بفضل اليقين في الله والإكثار من الدعاء، لأن الله تعالى سميع قريب مجيب، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أخونا سي الدعلي من تنغير يقول لك الآن احنا تجاوزنا مشكل الجفاف،
المشكل اللي عندنا الان في المغرب مشكل غلاء الاسعار، ما كاينش ندرة المواد، المواد موجود الحمد لله، كل شيء موجود، الخير متدفق في كل مكان، ولكن المواطن المستهلك اللي بغى يوصل لشي حاجة ما يقدرش، لأن غلاء الأسعار، والأسباب تعرفونها، المحروقات، تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، البرجيازية المتوحشة عادة كتقلب على هذه الفرص وكدير ما بغات، هذه أسباب كثيرة متداخلة. احنا بماذا سوف نواجه هذا الامر؟ ايضا بسلاحنا الذي لا يقهر، سلاح الدعاء، ندعو الله سبحانه وتعالى باش يكون عندنا الخير، ولكن هذا لا ينفي اننا لابد ان نتخذ تدابير جديده. المغرب العزيز ديالنا بلاد فلاحي بامتياز، كنا كنديروا الحمد لله القمح، وكنديروا البذور، وكنديروا الحمد لله الشعير، وكنديروا القطاني. واحد الفتره المغرب ديالنا بغى يمشي المواد التسويقيه، مشى لافوكا، مشى المانغ، جميل، هذا فيه دخول العمله الصعبه، ولكن تحسب، راه المشكل ديال اوكرانيا الان راه 50% من القمح، راه الناس ربما غيشعروا بواحد النوع من الخبز قليل، هذا خطا، يعني لابد اننا نعمد على الاكتفاء الذاتي. السياسه الفلاحيه في مغربنا العزيز لابد ان تعتمد على الاكتفاء الذاتي، كما بعض الدول انتبهت اليها في مصر وغيرها، عرفوا هذه الاخطار، لانك تقع شي كارثه دوليه حنا كنخلصوا الفاتوره، ولكن اذا درنا الاكتفاء الذاتي وكانت عندنا الحمد لله القمح الذي يكفينا، لا نضطر الى ان نمد ايدينا. فاطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفق المسؤولين الى انتهاج سياسه وتدبير محكم وناجح في القطاع الفلاحي والقطاع المائي وغير من القطاعات، حتى يعم عنا الخير، وندعو الله تعالى يجيب لنا الفرج، وندعو الله سبحانه وتعالى يرخص لنا الأسعار. فاللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اللهم في هذا الشهر الفضيل ببركة الصيام والقيام وتلاوة القرآن، يا رب إنك تعلم ما أصاب بلادنا من الأسعار الملتهبة التي اكتوى بها الضعفاء وحتى الطبقات المتوسطة. يا ربي إنه لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك اللهم أن تتدخل برحمتك وعفوك وكرمك وجودك وعطائك وإحسانك. اللهم يا ربي رخص أسعارنا، اللهم كثر خيراتنا، اللهم رخص أسعارنا، يا ربي بقدرتك وجودك وقوتك يا رحمن الرحيم، تدخل يا رحمن الرحيم في هؤلاء العباد حتى يحسنوا التدبير ويقللوا من الأسعار ويكثروا من الإنتاج، حتى يتمكن الضعفاء والمساكين من العيش الكريم. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ودود، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، ونسألك يا مولانا بصفاتك العلى، ونسألك اللهم يا رب باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تنزل علينا من البركات والخيرات. يا رب إن الرزق كله بيديك، إنك على كل شيء قدير، الرزق كله بين يديك، وأنت يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم تملك خزائن الدنيا والآخرة، يا من قلت وقولك الحق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم يا رب أنزل علينا الخيرات، رب إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم كثر خيراتنا، اللهم رخص أسعارنا، اللهم رخص أسعارنا، اللهم رخص أسعارنا، اللهم أنزل علينا من بركة السماء والأرض، اللهم أنزل علينا من بركة السماء والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، اللهم أنزل علينا من خزائن الأرض والسماء. اللهم يا رب وأنزل علينا من الرزق الوفير، وفي السماء رزقكم وما توعدون، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، فرج كربنا وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا باسط اليدين بالعطايا،
اللهم يسر لنا، اللهم يسر لنا وبارك لنا في هذا البلد، اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره. الله أكبر، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. الحمد لله الذي عرفنا نفسه ولم يتركنا عميان القلب. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعل رزقنا في يده ولم يجعل رزقنا في أيدي الناس. الحمد لله الذي ستر عيوبنا ولم يفضحنا بين الناس. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا من قلت وقولك الحق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال، ويمددكم بأموال، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. اللهم يا كريم يا رحيم، افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم وارزقنا رزقا حلالا طيبا من حيث لا نحتسب. اللهم نور لنا دروبنا، اللهم نور لنا دروبنا، واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كربنا. يا رب أرزقنا بركة تغفر بها ذنوبنا وتجمع بها شملنا. اللهم ارزقنا بركة تغني بها فقرنا وتكشف بها غمنا وتشفي بها سقمنا. اللهم نسألك بركة تقضي بها ديوننا وتجدو بها أحزاننا وتجمع بها شملنا وتبيض بها وجوهنا. يا رحمن يا رحيم يا ودود، إنك تعلم بما نزل بعبادك. يا رب غلاء في الأسعار، يا رب وفقر وضعف لعبادك المستضعفين. يا رب إنك على كل شيء قدير، دعوناك يا مولانا في هذه الساعة المباركة أن تكثر أرزاقنا وترخص أسعارنا وتشملنا بالأمن الشامل. اللهم أمن أوطاننا، اللهم أمن أوطاننا، وكثر خيراتنا ورخص أسعارنا. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا تحت الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا قليلا فكثره، وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا قريبا فقربه يا ربي ويسره يا أكرم الأكرمين. يا رحمن يا رحيم، إليك مددنا أيدينا، وفيما عندك عظمت رغباتنا، فاقبل توبتنا، اقبل توبتنا يا رحمن. يا رب إننا نقضي اليوم بالصيام والليل بالقيام ونحرص على ختم القرآن. يا رب إن تبنا إليك توبة نصوحة، اقبل توبتنا يا رب، اقبل توبتنا يا رحيم، وارحم ضعف قوتنا. اللهم ارحم ضعف قوتنا، اللهم اغفر خطايانا يا رب، اغفر خطايانا يا رب، اقبل معذرتنا، نعتذر منك يا رب، اقبل معذرتنا يا كريم، واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم، نسألك اللهم نفحة كريمة من نفحاتك، وفتحا يسيرا، ورزقا واسعا. اللهم ارزقنا رزقا نلم به شعتنا ونقضي به ديننا ونستعين به على مصروف عيالنا. يا رب يا كريم، نسألك اللهم حسن المعيشة. يا رب ارزقنا حسن المعيشة، يا رب ارزقنا معيشة طيبة نتقوى بها على جميع حوائجنا ونتوصل بها في الحياة إلى آخرتنا. اللهم يا ربي، لا نريد ترفا فنطغى ولا اقتارا فنشقى.
يا ربي يا كريم ارزقنا رزقا طيبا من غير ان تترفنا فيه فنطغى او تقتر به علينا فنشقى. اللهم يا رب ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فضلا منك واكرما. يا رب طهر قلوبنا واشرح صدورنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وجميع طاعتنا. اللهم واجب دعواتنا واصلح احوالنا وبيض وجوهنا واجعل الريان بابنا والفردوس ثوابنا والكوثر شرابنا. يا رب ببركة الصيام والقيام وتلاوة القرآن نسألك اللهم يا رحمن يا رحيم أن تصلح أحوالنا وأن تبيض وجوهنا وأن تطهر قلوبنا وأن تشرح صدورنا وأن تجيب دعواتنا. يا رب اجعل الريان بابنا والفردوس ثوابنا والكوثر شرابنا واجمعنا يا ربنا بسيد الخلق وأشرف الخلق مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.